ينضم إلينا من دبي محللة أسواق في مجموعة إيكوتي السيدة فرح مراد. أهلا بك سيدة فرح. نبدأ معك من الأسواق العالمية التي سجلت هبوطا اليوم وسط ارتفاع السندات الأمريكية، كيف تقرأين ذلك سيدة فرح؟ يعني هو الهدف الرئيسي طبعا او السبب الرئيسي اللي عم نشهده من تراجعات، نحن عم نبلش ننتهي كمان من موسم ارباح وول ستريت كان عم يعطي دعم للمضاربين على الارتفاع الاستيران في الاسواق، ونوعا ما هلا باخره فما في عندنا اي ما يسمى بكاتاليست، خبر رئيسي بيدفع الاسواق لاعلى، خصوصي في انتظار البيانات يعني اللي رح تصدر اليوم، مجموعه البيانات اللي نحن كمان عم نحكي عليها. الامر الاخر طبيعه الحال ارتفاع عوائد السندات، عم نحكي نحن عن حاجز ل 4.6% لعوائد العشر سنوات كسرناه نوعا ما، فطبعا بسبب اللهجه المتشدده اللي عم نسمعها من بعض اعضاء الفدرالي يوم امس، خصوصي انه بعدنا عم نستعجل حتى ان نتوقع رفع تقليص اسعار الفائده هذا العام يمكن ما نشوفه كليا. والامر الاخر كمان يعني الطلب على سندات الخزانة في الولايات المتحدة كمان كان على تراجع نوعا ما، أدى إلى ارتفاع العوائد، وطبعا السلسلة أدت إلى قوة الدولار وتراجع لا. كمان الأسهم. طيب ما هي توقعاتك لمحضر الفيدرالي المرتقب في يونيو القادم؟ هل ربما سنشهد تثبيت الفائدة؟ هذا هو سيناريو الحالة الرئيسية بالوقت الحالي، هذا ما يسعره الأسواق بشكل أكبر. هلا بنلاحظ كمان كان في عنا دائما اختلاف كبير ما بين يعني تاثير السوق او تسعير السوق وكمان احاديث الفدرالي اللي كانت عم تجي من الاجتماعات ودقائق كمان الاجتماع، دائما ما كانت الاسواق اكثر تفاؤلا انه الفدرالي رح يتوجه لتقليص اسعار الفائده، رح يضل عم يدعم الاسواق مثل ما كنا متعودين عليه في السنوات الماضيه، ولكن دائما يعود ليؤكد انه انا احنا عم نحارب التضخم، ما وصلنا لاهدافه. اليوم مهم جدا، قد يعطي صورة، يمكن تسألني بكرة يكون السؤال الجواب مختلف شوي. نعم. لأن اليوم عندنا ثلاث بيانات رئيسية، بيانات النمو في الولايات المتحدة، بيانات التضخم خصوصي تضخم الاستهلاك اللي هو أهم للفدرالي وبيأثر كمان بسبب سياسة الفدرالي أكثر، وعندنا كمان بيانات مطالبات البطالة كلها مهمة جدا للفدرالي، وقد رح نشوف يمكن اختلاف كبير إذا جاءت غير التوقعات، قد نرى تسعير مختلف جدا للأسواق فيما يتعلق بسياسة الفدرالي، ولكن إلى الآن ما نسمعه ما في أي توقع لتقليص أسعار الفائدة قبل سبتمبر، والأصوات الجديدة عم تحكي أنه ما نكون عم نشوفها أبدا في هذا العام. طيب جميل، بالانتقال إلى أوروبا، هل تعتقدي أن ارتفاع معدلات النمو بمنطقة اليورو لربما سوف يسرع قرار خفض سعر الفائدة؟ يعني هو السوق وحتى الأحاديث اللي عم نسمعها من المركز الأوروبي عم يحكي عن تقليص قادم حتى في شهر جون في الشهر القادم، فلا أظن هالبيانات اللي صدرت يوم أمس حتى إذا بتلاحظ تأثيرها على تحرك اليورو دولار مثلا كان يعني نوعا ما ضئيل، التحركات كانت ضئيلة لأنها ما بتغير الصورة العامة اللي عم تخلينا نتوقع توجه منطقة اليوروزون والمركز الأوروبي ليقلص أسعار الفائدة أسرع من الفدرالي. دائما عم نسمع هذا الحديث، عندهم القدره، تضخم منه بشكل كبير عم بيأثر، يعني ما في عنا ضغوط تضخميه في اوروبا مثل ما كنا عم نشهدها في الولايات المتحده، فطبعا احتمال نكون عم نشوف تقليص بجون ممكن اذا ما كان عندهم بقى مشكل، ان كنا عم نحكي عن بنك اوف انجلند او حتى المركز الاوروبي انه يقطعوا علاقتهم بالفدرالي وما يكونوا عم يمشوا بنفس الاتجاه اللي عم نشهده من الفدرالي. طيب من ازمات التضخم الى أزمة الديون السيادية، ماذا يقصد بالديون السيادية سيدة فرح؟ هل هناك أنواع للديون الخارجية؟ هلا طبعا في عنا أنواع على حسب حتى تسديدة، على حسب الفائدة، على حسب يعني عنا أمور عديدة. ليش عم نحكي عن الديون؟ الديون أظن هو مشكل، تعرف هيدا اللي يعني المشكل الأكبر اللي عم نغض نظر عنه، عم نحكي عن التضخم، ولكنه المشكل القادم الأهم رح نكون عم نحكي عنه في الأسواق بشكل كبير جدا. نحن مش بس عم نحكي عن ديون نوعا ما بسيطة في بعض الدول النامية، حتى عم نحكي عن الولايات المتحدة، عن أوروبا، عن اليابان، الدين العام أكبر بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، والديون الخارجية كمان بتضغط أكثر. كنا عم نحكي على قدرة هذه البلدان لتكون عم تدعم يمكن مشاريع داخلية، البنى التحتية، الصحة، طبيعي بكل الأمور اللي تحتاج لدعم حكومة قد تتضاءل أكثر، خصوصاً أنه إحنا عم نتوجه يعني عم نحكي عن
سيناريو عنا نمو عالمي يتراجع في هذا العام، التوقعات انه على تراجع، فكمان الصادرات والواردات قد تتراجع، المدخول لهذه الدول قد تتراجع. فأظن المشكلة الرئيسية اللي عم نغض نظر عنه، ما عم نحكي عنه كثير في الأسواق، ولكنه هو يمكن التايتل الأكبر، العنوان الأكبر، هي الديون على كاهل الدول. كنا عم نحكي حتى عن النامية وغير النامية كمان متقدمة. طيب جميل، ننتقل إلى الصين مع اليوان الذي يتراجع لأدنى مستوى منذ نوفمبر بعد تخلي الصين عن دعمه. ماذا يجري في الاقتصاد الصيني؟ كيف تقرأين المشهد؟ هل هناك نسبة تضخم عالية؟ هل هناك نمو متسارع؟ كيف تقرأين الوضع في الصين في الوقت الراهن؟ هو العكس صراحة، ما كنا عم نشهد أي نسبة يمكن نمو، جاءت شوي أفضل من التوقعات، ولكن التضخم كمان منه مشكل رئيسي في الصين. الديون هو مشكل رئيسي على فكرة في الصين مثل ما كنا عم نحكي. نعم. ولكن ثقة أظن في عنا العديد من الأمور اللي خلت المستثمرين الأجانب خاصة يفقدوا الثقة في السوق الصيني. ممكن عم نحكي عن قطاع العقارات، في عنا بعض الإشارات الإيجابية اللي عم تقوم فيها الدولة، يمكن في السندات، يمكن على الدفعات اللي تتعلق بها العقارات نوعا ما جيدة، ولكن لا أظن أن بعد إلى الوقت الحالي جذبت المستثمرين. ولكن منلاحظ كان في عنا نوع من الارتداد في أسواق الأسهم الصينية خلال الشهر الماضي، مدعوم بالمعنويات العالمية، ولكن نحن عم نحكي عن قطاع مثلا التكنولوجيا، في عنا قطاعات مهمة جدا في الصين، وحتى الفالويشن تبعه مقارنة في الأرباح، مقارنة بسعر السهم، مقارنة في يمكن الأسهم الأمريكية في قطاع التكنولوجيا تبدو رخيصة نوعا ما. نعم. وعم نحكي نحن عن قطاع، عن اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، مع علاقات عم تتشكل مع دول عديدة، مع قارة أفريقيا بشكل كبير، مع روسيا بشكل كبير. فأظن أنه في عنا إيجابيات خصوصي على المدى الطويل. طيب سيدة فرع، كيف تقرين المشهد اليوم ما بين الصين والولايات المتحدة؟ يعني من منظور الاقتصاد هناك توتر، لربما الجميع يعرف، وأنت ذكرتي ما يتعلق بالمرتبة الأولى والمرتبة الثانية اقتصاديا اليوم في العالم. كيف تقرين اليوم مشهد ما بين الولايات المتحدة والصين من المنظور الاقتصادي؟ يعني بما أنه عم نحكي عن المرتبات، طبيعة الحال عم نلاحظ العديد من الريجوليشنز اللي عم تصير من جهة الولايات المتحدة. نحن منذكر نحن في عام انتخابات. نعم. فالسياسات قد تكون نوعا ما مختلفة، ولكن عم نسمع دونالد ترامب مثلا قديش عم يحكي، قديش عم يوجه يمكن العديد من أهدافه تجاه الصين وعلاقتهم بالصين، وكيف رح نكون عم نزيد عليهم كمان التاكس في حال نجح. فهيدي طبيعة الحال إذا بتشوف شو صار بتايوان، مشكلة علاقات الصين والولايات المتحدة هي علاقة يعني competitors مثل ما بنقول، شد وجذب في قطاع التكنولوجيا، خصوصي في قطاع الأشباه الموصلات اللي عم نشوف نوعا ما عم تتحكم فيه الولايات المتحدة أكثر، عم تحاول تكون كمان بعلاقات جيدة مع تايوان. يعني تتحدثين عن من سيكون له سلطة صناعة القرار في المكتب البيضاوي، هو من سيحدد علاقة الولايات المتحدة مع الصين للفترة المقبلة الأربع سنوات القادمة بطبيعة الحال. ولكن أظن الحرب الباردة موجودة، وخصوصي في قطاع التكنولوجيا، وخصوصي في قطاع الأشباه الموصلات، في قطاعات عديدة بالتكنولوجيا كمان. ومشان هيك عم نبلش نشوف العديد مثلا من الشركات الصينية في الولايات المتحدة عليها مشاكل، عم نبلش نشوف حرب تكنولوجيا في أشباه الموصلات ستستمر، شكلها قد يختلف على حسب مين رح يربح الانتخابات في الولايات المتحدة، ولكنها مستمرة في طبيعة الحال. طيب جميل، ننتقل إلى أسواق الطاقة، حيث من المقرر أن تجتمع أوبك بلس عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل ربما، ويتوقع أن تمدد قيودها إلى النصف الثاني من عام 2024. ما هي التوقعات وكيف تقرأين مستقبل الخام العالمي سيدة فرح؟ هلأ بعض الإشارات اللي بتخلينا نتوقع شو معقول يكون يصير بالاجتماع، أنه هذا الاجتماع ما راح يكون فيزيكال، ما راح يكون اجتماع إلا عبر الإنترنت. وتاريخياً عادة ما هالاجتماعات تعني أنه ما في أي جديد رح ينطرح، رح يكونوا مستمرين في السياسة الموجودة. فطبعاً يبدو أنه التقليص الإنتاج اللي موجود بالوقت الحالي قد يستمر معنا. هلأ عم نشوف طبعاً ارتفاع، ارتداد شوي لأسعار النفط، مدعومة نوعاً ما من الأسس الإيجابية في الصين. الطلب على النفط بالصين ارتفع وكمان أدى إلى انتعاش أسعار النفط. الأمر الآخر طبعاً التوترات الجيوسياسية، عم نحكي عن توترات حول
يعني كنا عم نحكي بروسيا، كنا عم نحكي بالشرق الأوسط، كنا عم نحكي بتايوان، كلها يعني محاور بتخوف المستثمرين، بتخوف من مشاكل في الإمدادات، وكمان أدت إلى دعم أكثر لأسعار النفط. هلا أظن من هلا لاجتماع أوبك بلس قد لا نرى تطورات كبيرة، لا تحركات كبيرة على أسعار النفط، إلا طبعا مع تراجع أو قوة الدولار الأمريكي، ولكن أظن رح يجي اجتماع أوبك ليأكد على ما نتوقعه بالوقت الحالي استمرار السياسة الحالية. طيب جميل، ماذا بشأن المعدن الأصفر؟ هل ربما نشهد مزيدا من الارتفاعات في الوقت الراهن، وهل سيحافظ الذهب على المركز الحالي طبعا كملاذ آمن في الخدمات؟ يحافظ عليه، وعم نلاحظ العديد من البورتفوليوز الصناديق الاستثمارية دائما الذهب موجود كنوع من التحوط، خصوصي نحن عم نحكي عن يعني سيناريو في الوقت الحالي توترات جيوسياسية هي واقع. نعم. منه مفاجأة للأسواق، إن كنا عم نحكي عن سلاسل التوريد، إن كنا عم نحكي عن مخاوف في الاقتصاد، كل هيدي صرنا عم نعتبرها واقع جديد، وطبعا يتحتم علينا كمستثمرين نكون عم نتحوط من كل هيدي الأمور، ورح نكون عم نتوجه للذهب في طبيعة الحال. توقعات لهيدا العام استمرار قوة للذهب، ولكن نحن مع البيانات اللي رح تصدر اليوم، مع توقعات أن يستمر الفدرالي في سياسة متشددة أكثر، قد نرى عودة شوي، ارتداد شوي للدولار اللي كان خلال هيداك الشهر شوي عم يتراجع، كان نرى عودة لقاله، مما قد يحد شوي من ارتفاع الذهب، على الرغم من منشوف استمرار الذهب فوق الـ $2,300 للأونصة، على الرغم من وقت كان الدولار قوي. فنظن أنه سيستمر بقوته، رح يكون مهم جدا كنوع من التحوط للتضخم، ولكن خلال هذه الفترة البسيطة مع بيانات تقوي الدولار الأمريكي قد تحد شوي من الارتفاعات على فترة زمنية قصيرة. إذا كان معنا من دبي محللة أسواق في مجموعة إيكاري السيدة فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.